صباح النور ومرحبا مدام هنونة. به نعاودوا احمد ان نحاولوا نتحصلوا على مدام هنونة الماجري اللي كانوا نفذوا الحقيقة تحرك احتجاجي مؤخرا في علاقة بعمال الحضار، نحكيوا على 45 55 عام. كل التفاصيل اكيد باش نتعرفوا عليها مع مدام هنونة. الحقيقة تتتالى التحركات الاحتجاجية مرة اخرى حمزة. من 2000 وقديش 2014 2015 الناس هذوما بالحق طالبوا بحقوقهم، حقوقهم معناها اللي هي معناها مش خساره فيهم، معناها حقهم، هذا معناها مطالبهم الاساسيه ومطالبهم معناها اللي هي حق معناها ملكهم، لكن ديما ما يراحهم كان ديما بالرفض، ديما يترفضوا ديما. خلينا ناخذوا فكره، هو احنا هو الحقيقه ديما تصير معناها نفس العمليه براتيكمون اللي يصير، تحركات احتجاجيه، مطالب واضحه، يعني وقفات احتجاجيه، تحركات احتجاجيه، خطوات تصعيديه يقوموا بها، وفي النهايه شنية الاجراءات اللي وقع اتخاذها في علاقه بهذا الملف هذا باش تعرفوا عليه مع مدام هنونه. مدام هنونه صباح النور ومرحبا. صباح الورد، مرحبا بكم ومرحبا بكل متابعي قناه الحياه اس ام. شكرا على الاستضافه مره اخرى. مرحبا بك يا لالا. مرحبا بك يا لالا. دونك اليوم نحكيو على التحرك الاحتجاجي لعمال الحضار، هذاك علاش من خلالك انت حبينا ناخذ فكره وكل التفاصيل في علاقه بمختلف التحركات الاحتجاجيه وخاصه التحرك الاحتجاجي الاخير اللي قمتوا به. بون، طب حبيت نوضح حاجه، اللي احنا قبل 2020 كنا نتحرك عمال حضاير بدون القاب، معناها من اللي اقل من 45 وفوق ال 45 كنا الناس الكل مع بعضنا يد واحده. كان عندنا امل تتسوى وضعيتنا معناها بمجرد ما امضيت اتفاقيه 2018. لكن وقع رمي هذه الاتفاقيه هذيك في سله المهملات لتجي اتفاقيه 2020، اكتوبر 2020. اكتوبر 2020 اعتبرناها اتفاقيه ظالمه، سحقت كل طموحات عمال الحظاير اللي خاطرها خذيت عملت استثمار اقساط كل من تجاوز سنه ال 45 سنه ونهار لل 55 سنه. تحركنا، قمنا بعده وقفات احتجاجيه امام رئيس الحكومه، امام مجلس النواب. الحمد لله كللت في موافقه شهر ماي بالتحديد يوم 25 ماي من امام ساحه باردو مجلس النواب باصدار قانون خاص بعمال الحظاير يقضي بتسويه وضعيتهم وضعيه استثنائيه. والقانون هذا هو القانون 27 لسنه 21، هبط في الرايد الرسمي، تسالنا بالناس الكل خير اللي كونوا الدوله هذيا واحنا نعيشوا في دوله القانون والمؤسسات، لن يطول انتظارنا ويفعل القانون. لكن فوجئنا اللي من 2021 الى يومنا هذا كل مره نمشيوا لساحه القصبه يقبلونا، يحكيوا معنا، يعطيونا وعود، يعطيونا امال، نفرحوا نعيطوا نصيحوا كل واحد وطريقه التعبير نتاعه، لكن تبقى الوعود ديما وعود. المسؤول الغربي، خلينا ناخذ فكره على المطالب والوعود اللي كنتم يعني الحقيقه تحصلتوا عليها في مختلف التحركات الاحتجاجيه نتاعكم. مطلوبنا هو تفعيل القانون 21 لسنه القانون 27 لسنه 21. القاضي بتسويه وضعيه عمال الحظاير بصفه استثنائيه. القانون هذا جاء فيه كل شيء استثنائي، معناها باش يضمن لنا حقوقنا، يضمن لنا شيخوختنا، يضمن لنا حياه كريمه نعيشوا بها قدام، معناها مع اولادنا مع احفادنا نعيشوا مرفوعي الراس. كما قلت لك احنا رانا نعيشوا في دوله القانون والمؤسسات، معناها لا يمكن ان يقبر قانون 27، خاطر جاب الدم، جاب التضحيات، جاب التعب، جاب بكاء، جاب صياح، جاب سهر الليالي، جاب مباتتنا في الشوارع. الحمد لله وقت اللي حط القانون نتاعنا في الرايد الرسمي قلنا انتهت معاناه عمال الحظاير. لكن بعد كذلك الوقت اللي جات زاد 25 جويلية استبشرنا اكثر خير. قلنا دولتنا يحكمها رجل قانون، رجل نظيف، اكيد اولى باولويته باش تكون تطبيق القانون. مشينا لرئيس الحكومه وكل مره يعطونا كلام، مره هاو باش نعملوا اجتماع مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مرة هاو ما عندكمش موارد مالية، آخر مرة يقول لي عندكم موارد مالية. وفي خلال الأسبوع الأول من شهر هذه نحكي في 14 فيفري سنة 2023 قال لنا موفى شهر مارس إن شاء الله باش تهبط المنصة وباش تهبط لكم الديان الأول، وإن شاء الله جوان ناخذوا أول دفعة. استنينا مارس، قال لك لا
مشي لفري مشي لفري لا استنى مي مشينا المي جوان اخرهم قال لنا راهو الاسبوع الثالث من شهر جويليا. عملنا تحرك يوم 12 جويليا ومشينا نشوفوا هل ستصدق الحكومه في وعودها لعمار الحظاير، لنفاجئ بان السيد المسؤول اللي هو شعلي كاية يقول لنا لا راهو عندي شويه معناها اجراءات باش ناخذها، وبقدره ربي الاسبوع الثالث معناها الرابع من شهر جويليا اللي هو نورمالمون البارح على خاطر وعد زميلي في مكالمه هاتفيه قال له ان شاء الله النهار 26 تهبط المنصه نتاعكم واموركم مريقله. يمشينا البارح لساحه الحكومه باش نسالوا علاش ما هبطتش المنصه نهار 26، يقول لنا ما زلت عندي خدمه اخرى وما زلت ما عملت شيء وما زلت ما عملت حتى شيء. معناها وصلنا بالاحباط من كثره الوعود اللي قاعده كل مره تعطيها لنا الحكومه هذه. نهار 12 قطع برك نهار 12 وقت اللي تحركنا يقول المسؤول يقول لان رئيسه الحكومه اعطتني الاذن باش ننهي معناها الملف هذايا في اقرب الاجيال، وعلى هذيك راهو الاسبوع الاخير من شهر جويليا باش تكون الفرحه العارمه لكل عمال الحظاير الفئه العمريه 45-55. البارح نتصدموا من اول وجديد ويعاود يقول لنا ما عنديش معكم موعد، وهو تناسى بانه وعدنا بيوم 26. احنا كي مشينا البارح على اساس باش نقابلوه باش نقولوا له وين الوعد نتاعك، يقول لنا لا اعملوا مطلب حتى نتقابلوا. واضح واضح الحقيقة الوضعية سنوات توا في علاقة بعمال الحظائر وتحركات احتجاجية. الخطوات القادمة بالنسبة لكم انتم مدام هنونة كيفاش باش تكون؟ احنا قدمنا موعد معناها يعني مطلب موعد باش تكون جلسة بيننا احنا والحكومة في رئاسة الحكومة يوم الأربعاء 2 أوت لإذا معناها اللي حاول معناها لإذاع حد لمعاناة لوضع حد لمعاناة عاملات وعمال الحظائر، لخاطر بالحق للعمر مازال يسمح وللظروف الماديه والاجتماعيه اللي نعيشوا فيها مازال تسمح باش نزيدوا نستناو الدوله هذه. احنا الدوله هذه خدمناها بعينينا، خدمناها بصحتنا، خدمناها بجهدنا، خدمناها بكل ما اوتينا من قوه وحب لهذا الوطن، باش نتفاجئوا من الاخر اللي هالدوله هذه دوله سياده الرئيس رئيس الجمهوريه سي قيس سعيد عنده عبيد في الحكومه نتاع السيده نجله بودن لا ترمي وليست لها النيه في تسويه وضعيه عمال الحظائر 45-55. حبينا نفهموا علاش ولمناش هذا التمعتيل. نهار 14 فيفري نحب نذكر العباد الكل اللي قاعدين يتبعوا فينا، فخامه الرئيس سي قيس سعيد من مقر وزاره الداخليه قال يزي من معاناه عمال الحظائر، انا الاوان لعمال الحظائر باش يتمتعوا بالحقوق المنصوص عليها في مجله الشغل، لكن في رئاسه الحكومه والسيد المكلف مازال بعيد على الشيء هذايا، حسيته وكانه لا يعمل لمصلحه الحكومه هذه، بالعكس هو يحبنا نخرجوا للشارع، يحبنا نحتجوا، نحبوا ندخلوا في يحبنا ندخلوا في اضرابات، احنا العباد ماذا بينا الاستقرار للعم في البلاد. لكن يبدو مع السيد علي كاية أنه لا يريد الاستقرار أن يكون موجود في حكومة السيد الرئيس. واضح. دونك فما 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 جلسة باش تصير يعني الأسبوع القادم إن شاء الله. احنا قدمنا المطلب نتاعنا. أيوة مازلت تو ما جاتكمش الإجابة بالقبول أو الرفض. احنا صبيناه له في مكتب الضبط. أيوة قال أعطوني مع قولي معايا موعد، عملنا معاه موعد. أيوة وعلى السيد علي كاية أن يقبل بالموعد وان يقبلنا في معناها في مكتبه. مانيش باش نقعدوا معاه قاعده وديه المره هذه، نحبوا جلسه مضمونه يعني جلسه تتخللها محضر جلسه، محضر جلسه لازم يكون موجود يمضي عليه، وكان لزم الجلسه هذيك نعيدوها في المباشر لكل عاملات وعمال الحظائر باش يعرفوا رانا احنا مانيش ساكتين على حقوقنا، واي انسان تخول له نفسه باش يخلينا نعانيه ونعيشه في المعاناه اللي احنا توا اكثر من 13 سنه عايشينها، ونقول له قف انتهى انتهت فسحه التمديد والتمعتيل والتسويف، على خاطر رانا ما عادش قادرين حتى عبر من الحكومات.
واضح مدام، واضح لله. دونك ان شاء الله يقع حال حالة كل هذه الاشكاليات ان شاء الله يا ربي في القريب القريب، وان شاء الله عمال الحظائر الحقيقه تلقوا حظكم. اليوم نحكيوا على الفئه العمريه 45 ل 55 عام، عديد التحركات الاحتجاجيه، عديد الخطوات التصعيديه اللي قاموا بها الحقيقه عمال الحظائر في مختلف التحركات الاحتجاجيه، ومؤخرا كان عندهم تحرك كبير برشا. ان شاء الله نتمنى كونه الحكومه تتلفت لهذه المطالب، مطالب عمال الحظائر ويقع حل حالة الحقيقة الحظائر، ويقع حل حالة كل الإشكاليات المتعلقة بملفاتهم إن شاء الله في القريب العاجل. شكرا لك مدام هنونة الماجري، هي المنسقة. عندي إضافة. ألو. أي تفضل مدام. عندي إضافة. أي. نحب نلفت السيد الانتباه السيد وزير شؤون الاجتماعية وزارة التنمية وسي علي كاهي بوصفه هو مسؤول على ملف عمال الحظائر، ونقول له سيدي وسادتي راهو فما زيادة في الأجر وقع تفعيلها منذ أكتوبر 2022 إلى يومنا هذا، عاملات وعمال الحظائر في الفئتين دون وفوق ال 45 وفوق ال 55 ما خذوش هالتفعيل هذايا. وزارة الشؤون الاجتماعية تعرف إن العمال الحظائر الجهوية رغم يخدموا بالنهار، لكن هي في التفعيل الزيادة بعثة لوزارة التنمية الزيادة بالساعة، وزارة التنمية ترفض. لهنا نقول لهم أكثر من الحجرة هذه وأكثر من التسويق هذا وين واصلين بينا يا وزراء؟ يعقل؟ هل يعقل في وزارة الشؤون الاجتماعية ما عندهمش عون عند ذو كساءة يخدم زيادة عمال الحظائر؟ رأي الحكاية الكل في الكل 20 دينار. علما وأن الوزارة اللي بتاخذ الاقتطاع بتزيد في الاقتطاع على عمال الحظائر فعلت الاقتطاع منذ 24 ديسمبر 2022 بعثت بمراسلة حط لها كنت تفص عليهم هكا باش تولي تفص عليهم هكا إيه وإحنا حقوقنا ويني. حاجة أخرى نحب نضيفها فقط بعجلة مدام بربي في 30 ثانية في 30 ثانية مدام تفسر العلاج العمال الحظائر راهم عمال الحظائر يخدموا تحت المؤسسات العمومية علاش كل مرة نقعد ونستنوا 3 تريمستات وأربعة تريمستات باش تصبرنا تريمستة؟ واضح واضح مدام هنون، يعطيك صحة الحقيقة على كل هذه المعطيات. في النهاية هذا هو واقع عمال الحظائر في مختلف الفئات العمرية، وبصفة خاصة نحكي على الفئة العمرية من 45 إلى 55 عام. إن شاء الله يقع حل حالة كل هذه الإشكاليات في القريب العاجل. هنون الماجري هي المنسق الوطني لعمال الحظائر كان ضيفتنا بالنسبة لليوم.